Anzitu! Astad! Anzitu! Sa astad! Amrok! آمل! بما تأمر؟ ساعدني. القرويون مستعدون. القرويون ينتظرون. كشاف كما تشاء. أمرك؟ أجمع! ماذا؟ أقطع! مستعد؟ اصعدوا على ظهر الحصان. سأنفذ. أمرك. أنا أتحرك. ماذا؟ أوامر أمرك كما تشاء. مستعد. أمرك. ما الأوامر؟ أنا أتحرك. ماذا؟ ذاهب لست. أمرك. سأصطاد. ماذا؟ خطر! أبي! مستعدة! كشاف، اصعدوا على ظهر الحصان. بما تأمر؟ الحصاد. أمر. آه!
ماذا؟ أبي! بما تأمر؟ ماذا؟ استعدوا! أجمعوا الفاكهة! شوية! أمرك! سامي! ماذا؟ أقطع! أمرك! تم الأمر! أعمل! فارس! أجل! أمرك! ماذا؟ كشاف بكل تأكيد سأذهب سأذهب أمرك أعمل ما الأوامر؟ سأنفذ مستعد أعمل الرماح الرماح مستعدون حاضر أنا أتحرك أمرك الحطب أمرك ماذا؟ الطعام بما تأمر؟ أجمع أها أنصتوا سأبني أمرك ذاهب للتنظيف مستعد بكل تأكيد أجل كما تشاء أصعد على ظهر الحصان Thank you.
ماذا؟ الأعداء! أعمل! ساعدني! ساعدني هذا! وصل الكشة! أسرعوا! سأنفذ! جاهزة للعمل. أصبو كما تشاء. إلى التعديل. ما حاجتك؟ سأبدأ العمل. سيتم تشييد. ما حاجتك؟ سيتم تشييد ذلك. لدي مهمة؟ سأبدأ العمل. سأفعل. أجل، مرحبا. سأحصل على اللحم الآن. يعجبني ذلك. الأوامر قادمة. الصيد جيد. لدي مهمة؟ سأبدأ العمل. استعدوا جميعا في الحال. اجمعوا الحطب. جاهز للعمل. أتحرك الآن. أتعرض للقعر. سأبني هذا. أفعل ذلك. جهزوا رماحكم تلك. هيا بنا. أجل. مرحبا. سأذهب. الفارس مستعد. جاهزة للعمل. لدي مهمة. أصغوا. سيتم تشييد ذلك. لدي مهمة. سأبدأ العمل. جهزوا أنفسكم. أجل. أعجبني ذلك. الرمى أفعل ذلك. ما حاجتك؟ سأقطع الحطب. ارفعوا الرماح. سيروا أيها الرماحون. أوامرك يا سيدي. كما تريد. أجل. مرحبا. ساعدني هذا. جهزوا رماحكم تلك. ما هي الأوامر؟ أفعل ذلك بالفعل. شيد جيدا. ما حاجتك؟ سأبدأ العمل. أنا فرح. أجل. مرحبا.
صوت هنالك. جهزوا أنفسكم معي كلكم. لدي مهمة. تم شيء؟ وصل الكشافة. بالطبع. ما حاجتك؟ لدي مهمة. سأنطلق. العدو. ما حاجتك؟ استعدوا جميعا. سأبني هذا. لدي مهمة. ما حاجتك؟ سأبني هذا. أجل، مرحبا. أجمع. جاهزة للعمل. سأبدأ العمل. أجل، مرحبا. جيدة جيدة. أجل، مرحبا. أنا متجه. سيتم تشييد ذلك. ما حاجتك؟ ما حاجتك؟ سأبدأ العمل. لدي مهمة؟ سيتم تشييد ذلك. لدي مهمة؟ أصغوا. سأذهب للتعليم. يا قوم، حضرت الأوامر. سأفعل. الرماح مفهوم. شيد جيدا. جاهزة للعمل. تعالي هذا. سيتم تشييد ذلك. لدي مهمة. ما حاجتك؟ سأنهي بناء على استعداد لبعض العمل. سأبني ذلك الآن. ماذا لديك لأفعل؟ سأبني ذلك الآن. ماذا لديك لأفعل؟ تم البناء. سأنهي بناء. حان وقت العمل. سأبني ذلك لأجلك سيدي.
على استعداد لبعض العمل. سأنهي بناء ذلك عما قريب. سأبني ذلك لأجلك سيدي. سأبني ذلك الآن. حسناً، ما المطلوب؟ سأبني ذلك الآن. لقد عثرت على الأعداء. أعمال الزراعة، فاستمتع بذلك. حان وقت العمل. انتبهوا جميعاً. أجمع الحطب كما أمرت. ماذا لديك لأفعل؟ سأبني ذلك الآن. أعطني الأوامر. أمرك. حان وقت العمل. آنت الأوامر. تحركوا جميعا. أيها الرماح، سيحدث هذا الأمر. ماذا لديك لأفعل؟ سأبني ذلك الآن. حان وقت الأوامر. سأنهي بناء ذلك عما قريب. سأبني ذلك لأجلك سيدي. حسناً، ما المطلوب؟ أصغوا جميعاً. الوضع سيء، نتعرض للقاس. قريباً تأتينا أوامر جديدة. أطيعوا الأوامر. لدينا أوامر للجميع. القذائف قادمة. قفوا. أطيعوا الرماد. انطلقوا مسرعين أيها الرماد. ماذا لديك لأفعل؟ سأنهي بناء ذلك عما قريب. الكشافة مستعدون للأمضي إلى الأمام راكباً. صمتاً، هذا أمر هام. تم رصد العدو في القرب من هنا. حسناً، ما المطلوب؟ لقد عثرت على سأبني بناء ذلك عما قريب. سأبني ذلك لأجلك سيدي. تم رصد العدو بالقرب من هنا. ماذا لديك لأفعل؟ حان وقت العمل. حان وقت العمل. التعديل هو حياتي. لهذا أن يظل حتى بعد ممات. ماذا لديك لأفعل؟
في طريقي إلى هناك. أنا ذاهبة للتربيل. من يريد أن أقتله؟ كما تريد. لا، نحن تحت القبض. الضوء نفذ الأوامر. إلى أين أذهب؟ سيحدث ذلك. من يريد أن أقتله؟ ألم يحل وقت الإسراع؟ على استعداد لبعض العمل. ماذا لديك لأفعل؟ سأبني ذلك لأجل. حسنا، ما المطلوب؟ على استعداد لبعض العمل. حان وقت العمل. ماذا لديك لأفعل؟ انتبهوا جميعا. إلى الخط، إلى الأمام راتبا. من يريد؟ أتقدم إلى الأمام. اذهب أيها الجمل. وضعوا درج الحصان. المنفذ. على استعداد لبعض العمل. اصغوا جميعا. آنت الأوامر. لقد عثرت على الأعداء. سأبني ذا. ماذا لديك لأفعل؟ اصغوا جميعا. سأنهي بناء. حسنا، ما المطلوب؟ على استعداد لبعض العمل. حان وقت العمل. سأبني ذلك الآن. أعطني أي هدف. مفهوم. مستعد للإطلاق. تحت هجوم العدو. يا رجال، أو تحركوا يا رجال. انطلق. حان وقت العمل. سأبني ذلك لأجلك سيدي. وضعنا السروج ونتحرك. وضعت سرج الحصان. الكشاف مستعد. أنفذ. أعطني أي هدف. أمضي إلى هناك راكباً الآن. سأفعل. ماذا لديك لأفعل؟ سأنهي بناء ذلك عما قريب. سأبني ذلك لأجلك سيدي. سأبني ذلك الآن. حان وقت العمل. سأبني ذلك الآن. أنصتوا للألم يحن وقت الإسراع. من يريد أن أقتله؟ سأفعل ذلك. نحن نتعرض للإطلاق. مستعد للإطلاق. أطيع الأوامر. القوس جاهز. أنا أرى العدو. جيداً. ماذا لديك لأفعل؟ تم رصد العدو في القرب من هناك.
مستعد للإطلاق. أعطني أي هدف كما تشاء. آلات الحصار، اصغوا جميعا. التعدين هو حياة. انتبهوا جيدا. هجوم علينا. النمات اتبعوني. ايها الجنود الخشعان. الجنود مستعدون للعمل. قريبا تأتين أو اتبعوني أيها الجنود الشجعان. لقد عثرت على الأعداء. أيها الجنود ارتدت. ماذا لديك لأفعل؟ القوس جاهز. حان وقت العمل. أيها الجنود، انتباه، امضوا معي أيها الجنود. أفعل ذلك. لا، القيادة المعارضون. انتبهوا جميعا. آنت الأوامر. سأبني ذلك لأجلك سيدي. حسنا، لقطوا. سأنهي بناء ذلك. ماذا لديك لأفعل؟ سأنهي بناء ذلك عما قريب. أصغوا جميعا. حان وقت الأوامر. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. سأشيد هذا البناء. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. ما حاجتك إلي؟
ذلك. لن ترتاح قلوب الأشرار. أمرو، أنا مستعد لتلقي التعليمات. سأشيد هذا الشهر. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر. لن ترتاح قلوب الأشرار. على استعداد للمهمة التالية. أمرك، أنا مستعد لتلقي التعليمات. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. إنه سأحرص على ما حاجتك إلي؟ أجيد ما أفعل. ماذا لتشهيد؟ ما حاجتك إلي؟ مبلا لتشهيده. آلاف حصار على أهبة الاستعداد. الجميع متأهب. المهمة التالية. سأشيد هذا البناء. لا أريد كلام. يا رجلي دعوني تتمر. فقط سير. مكانكم يا رجال. لدينا أوامر جديدة. لا أحاول. نسير نحو الخارج. النجابة جاهزون ومنتظرون.
الكل. هل منجنيق مستعد؟ أفعل ذلك الآن. ها قد وصلت، ستتم إطاعة. انتباه، الأوامر قادمة. على استعداد للمهمة التالية. أحب العمل في الحقول. انتباه، الأوامر قادمة. أمرك، أنا مستعدة لتلقي التعليمات. حاربة التجارة على استعداد. الجميع متأهب. إنهم يصوبون علينا. لن ترتاح قلوب الأشرار. القرويون جاهزون وفي انتظار العمل. أنصتوا إلى الأوامر يا رجال. نيران العدو تنوع حصاني. صادر الأمر. هكذا يكون الانتصار في الحروب. أنا مستعد لتلقي التعليمات. لن أتوقف حتى ينتهي الجرح. قضية، تحركوا وفكروا في الغنيمة. صمتاً، سيروا، تحركوا. على استعداد. أطيعوا وأقوموا. إنهم فوق السوق. إلى الأمام، لا تختبئوا في الخلف. لدينا أوامر قادمة. سلاح الفرسان جاهز دائما. سلاح الناهلي جلال جاهز دائما. الفرسان مستعدون للأوامر. انتباه، الأوامر قادمة. أنصتوا جميعا، سنتلقى الأوامر.
نرحب بصحبتنا يا رجال. Thank you.